واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمة يعني؟ اه حاجة كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجة ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتية؟ اه. طب وسمعتها ايه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهاردة الجمعة. انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتاوي فيه لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. تشكرين. جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح. ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. انا يا حاجة لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه؟ قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا. وبعدين بقى هبقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. آمين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على مني. استغفر الله العظيم. يا حبيبتي أنا ما عملتش حاجة. أنت هتركبيني كده ذنوب. طب يا أصلي فين يا حاج؟ بصي يا حبيبتي آخر الطرقة كده في حمام. اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يبعد عنك عدوينك. لا قوه الا بالله. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلت لك ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقول لك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني.
ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم؟ الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت اخص عليك يا ناد. انا ما اعرفش، هو انا مش مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. مالك؟ طب اخرجي. طب بصيلي كده ليه؟ تعالي. اخرجي ما تخافيش. مفيش حد غيري انا. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا. لازم تستحملي. كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ I need servant, okay, to come with me to Sharm el Sheikh, and after that, come with me to Cairo. Okay? Yeah? Yeah? Let me ask Ummu Sabah, because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم ايه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم ايه؟ بتتكلم انجليزي. انجليزي وانت بتعرفي انجليزي؟ الحق يا اخويا. طيب شوفي بقى. سيبيني يومين يومين ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office two days after. Okay, I'm gonna call the office after two days. Goodbye. ايه يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني انا بحكي لك قصه كده. هستاذنك انا بقى خمس دقايق اروح اصلي العصر وارجع لك. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيت دي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيكو سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد سنتين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي. وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام
وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاج انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام وبنديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك لك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح اتفضل. انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هاتي لها اللي انت عايزاه الاناليب اللبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب. ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل معلش حقك عليا انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. وليك بكلمك كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانتي والحاج. لا معلش اتعشى انتوا انا لسه اصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي ادي ظهرك للشباك القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. من اذنكم اتفضل يا حبيبتي تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. اموري يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. يا زينب يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي عندك حق. يا راجل اللي انت قلته له ده كسفت البيت. ولا كسفتها ولا حاجه مفيش اي حاجه يعني انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي بس بقول لك على حاجه انا حبيتها قوي. وانا كمان علشان متدينه تعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها وفي امثالها يا رب. وفينا يا رب كمان. ان شاء الله يا ست. طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحد على البق على طول. يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابساه ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه. اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول. هفضل لابساه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي معلش انا ما كنتش اعرف بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده. انا اكل حلو هيعجبك ده انا شاطره. انا عارفه انك شاطره وبصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفس اعمل حاجه النهارده. وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب. يا رب. انا مطلعه فرختين جوه. اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيلة كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفة مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش أي ست. يا عيني هي كانت عيانة؟ لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. على فكرة يا سلام
تقول حاجة تانية حاجة. لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى وعودي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، عودي ده احنا اهل، عودي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي. كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 قوي قوي يعني. خدي طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 رز وفلفل بيعجبني قوي. بس طب خد بسلام. خير هاكل هاكل دلوقتي كل حاجه. بقول لك ايه يا بنتي، يبقى فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي، يبقى اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر. تاكل وتاكل يا محروس، ما تاكل يا زينب. امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حبيبي. يلا. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه، ودي وشك منك وفين. ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صباح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله ضررات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله، بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج. وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبي. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل إيه؟ كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يا السلام عليكم يا حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك هنا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا احسن عليك. ماشي. خلاص السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجة تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت النقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هنا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره وقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ طبعا. انت بتحبي بقى تزور الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. استناكي.
انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط. بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا. ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح اتكلم الحاجه ام صباح خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله. لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايز اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليك ليا يا حاج. حبيبتي كده تمام. تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت اللي بيتباع عندكم، يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا.
تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا، الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى، عايزين اللي هيلتم من البيت. ها يا رب، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك مبروك يا معلم، ربنا يهدي سيرك، ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه، متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت الهنا. يلا نجملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بنت. يلا يلا تخلصي الاكل كله. حاضر حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي فيجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست أصلي؟ عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزاك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقولك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف. وربنا كان باين عليكي. طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانة الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قوليلي، هي مراته بقى لها قد ايه ميتة؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا؟ هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ ردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا.
ماشي يا باشا. قول اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس ما زي الفل يا ست. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تانية. اللي انت عايزاه عني حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه. انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الأبهات لازم يبقوا زي. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحاب القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه. يا سلام. انا عايز اقول دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا زي. الهامي؟ هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشوا ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتت هنا صباح. انت رايحه مرسى ابو العباس؟ ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. انا بصلي ركعتين شكر لله. اصل انا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمنا. انا ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا بنت الكلب اوعي تحلفها. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. سامحني، ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينب، يخرب بيتك يا زينب، دي تبعك يا زينب. خضتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش.
تزعليش. حد يربي سحلية يا زينب؟ دي حرباية. أهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، أنا مش قادر أبص لها. ليه دي غلبانة؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ أصلي أصل أنا أي حاجة بحلمها بتتحقق. وأنا حلمت بيها. بالحرباية؟ آه. جاتلي في المنام وبتتكلم. قالت لي إيه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لي إيه الحرباية يا زينب؟ قالت لي إن لو صاحبتها ربنا هيبعت لي أيام حلوة ويسعدني. فتاني يوم وأنا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم. فروحت جايباها وجاية على طول. وبص ربنا حقق الحلم وأكرمني بأجدع راجل وبيت وعيلة. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوة ألوانها بتتغير حسب. حلوة إيه بس يا زينب؟ حلوة إيه يا زينب؟ بتقولش كده بقى، ده هتتعود عليها. بص الله سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. مع السلامه. جميل انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيت ازاي يا ابو؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام. رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. عاودي.
انت تسحر ومضى عينك فتحي يا لهوي بتعملين الذهب ده كله يا محروس بتوع انا وانتي وانتي بس ده كتير قوي 420 جرام اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي انا وانت البسي كده في ايدك الكريمه الجميله ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان الله طب ما فيش هنا اهو انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب لا انا قلت لك لا ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا الله يرحمه ماشي ماشي طيب ما شاء الله جميله اللهم صل على النبي يا لهوي كل دي فلوس بتاعت مين الفلوس دي انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه خمس ست طقم من غاليين قوي وكم قميص نوم هونمي والخلاخيل عليكي انا عايزك مبسوطه بس يا زينب ربنا يخليك ليا يا محروس ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا بقولك ايه انا اروح اشولك دينسايه ماشي طب والهريسه الهريسه نحل بيها بعد الدينسايه بقى طب وبعد الهريسه هي دي عايزه كلام هنقيل شويه نقيل حصلين على المطبخ اوزه يا لهوي بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه لمين؟ للي شغالين معايا حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشوات يا لهوي يا همسي ده انت بقيت مافيا لسه انا يدوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي بس واحدة واحدة بونو يا ازاي فين واد ضايع يا ولاد الايه يعني ايه بونو ده يا عم انس هروح اجيب سكر اقعدي اقعدي انا بحب اقعد معاكي اقعدي غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم كانت ليلة سودة سودة بقى ولا مش سودة اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة صح ولا مش صح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا انا مش هرقص تاني لا ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما هخليكي نجمة الكباريه انا في الكار ده بقالي 30 سنة بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة انما انت شربات دمك خفيف لونة بتعرفي ترقصي بتعرفي تعملي كل حاجة اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد اللي قلب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت هيخرج انت ما تعرفش علي علي ده فتوة جدع ده محامي
تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربية فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في شاي السكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه. انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان. ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها. ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. أنت فين يا وزة؟
معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين. محروس يا محروس الحان الحان يا اخويا يا محروس يا صلاح الحان ام صباح ام صباح وقعت من طرها الحان بتتعافى وقعت ايه الحاني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر يا صلاح حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج. بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل. وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا شكرين يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقنا بقول لك حضرتك ايه بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ايام على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا التلاتة ونشيلها خلي زينب تجهزها بس بسرعه يلا واحد الا خير نعم بالله خير خير توفي يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا اللي في الدنيا زينب جهزيها يا بنتي جهزيها واحد من الأخوة لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح عادي استقبلنا شوية يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق خلي صلاح يخليها معاه يا عم صلاح لا يا عم ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته حاضر زينب بقول لك ايه غطيها كويس للدنيا برد حاضر يا عم صلاح على بالك وانت نازل يلا يا اخوانا بالراحه العربيه واقفه بره ولا لا ما تشيل يا ابو عزيز حاضر يلا واحده واحده يا رجاله على مهلكوا عليها على مهلك افتح الباب ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمودها الفقري سليم متهيألي ترجع البيت احسن يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني امشي بيها ازاي في الشارع وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده دي تعبانه تعبانه عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده حرام عليك معلش يا حبيبتي شده وتعدي وانت ست مؤمنه وعمودها الفقري سليم متهيألي ترجع البيت
قول يا رب. وممكن عصبيه قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. معقول يا حبيبتي اعرف ان المستشفى بتعالج؟ انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس مش كده يعني مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى الدكتور ما قالش. أصيلة ده انت اجدع مرة في الدنيا دي كلها والله العظيم. وحدة ربنا راشد خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفة ليه؟ عشان انت ست واطية ومصمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك وأريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا. فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله أنا هسمع كلامك. هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش أنت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل أكلمك في التليفون وكل ما أكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. أيوة يا علي. إيه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقولك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا.
انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده؟ بس لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول بيطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتوه في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفه زهقانه، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزه كده؟ صدق الله العظيم. يعني اذا كنت عايزه كده ده يبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح، انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محضر لك شويه شوربه. اشرح لي صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله. والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا، انا ما اقدرش اقول اني حبيته. اصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا ما صباحها تخف؟ كنت عايشه انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب الشغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش، حق بلا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قدر ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز، وأنت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، وكان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتلك. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر زادك خمسه في عينك، وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، هروح اقضي مصلحه واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس. شقه يا جماعه.
أضخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع 6 ورقات بمية في الغدا. بتبلنى ولا حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش وتتخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ستي، تفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، تفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس أخويا الصغير. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك يا حاج. إيه يا زينب؟ أم صباح عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب أخش أنا أشوفها بعد إذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. أنت عرفت مين؟ حشرة بينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب 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 اللي حصل زينب ما بيني اغمى عليه اولني اولني محروس انت وقعت كده ازاي تعالي اقعد على مهلك يا زينب حاسب الازاز على مهلك ايه اللي حصل ايه ده ها ايه ده مالك يا زينب سيبني هو اليوم من اوله بس مالك انت ليه بتتنفضي كده يا زينب يمكن عشان تخت عشان ما اكلتش طول اليوم وما اكلتيش ليه يا زينب معلش محروس ما تاكلي يا زينب انا كويسه طيب نروح لدكتور اخرج انت لسه تبرعي ما تولع الست يا زينب انا مش هسيبك ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور اخرج لها يعني انت كويسه انا كويسه والله عشان خاطري اخرج
استر يا رب. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الارواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ده مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو اذوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو اذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف طبينا في مكان، يا لطيف اللطف طبينا في مكان ربنا قديم. يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت اللي مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب 5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقة اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استنى انت، بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. ابو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمة التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحه اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسليه. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ انت مستني عليا اسبوعين بس، هضحك علي باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسليه. أول مرة أعرف إن في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. بس عارفة يا زينب؟ الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا. والله. شفت عرفت إزاي إن إحنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟
لا 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 لا، الحكاية بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينة؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهاردة منزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تأمين العربية وتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغداء الاول واروح لها. طيب. محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. زينب، زوزو، انت فين يا قطتي؟ حاجة زينة، زينة زينب، 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 زينب. Thank you.